مساء الخير. مساء الخير. بخير الحمد لله. وضحكه بعدا ابتسامه مزيان نبداو بها الحلقه. مالو ما رسمه نبتسمش. ابتسامه الحياه مزيانه. مالو وانت اللي جات معك ابتسامه والضحكه وما لا تجي معك انت بيان سور تجي معايا ويمكن التعليق ديالك بجوج كلمات على هذا التقرير. هذا بحق تقرير مزيان. تقرير مزيان مزيان. ننتقلوا هو مفهوم غلط. تقرير غلط. اها لان مفهوم على باز غلط. ما تقرير مزيان. دن تقرير مزيان. اكتفيو بتقرير مزيان. اوكي نشوفوا التقارير الاخرى واش تكون مزيانه. واخا. اوكي اذا ننتقلوا للفقره الاولى. ارى ما عندك. ارى ما عندك. عثمان مولين جيتي ما بين يديا. انا معك. مرحبا بك. فاش قلت لك الابتسامه جات معك والضحكه جات معك بزاف كيقولوها كيقولوا هو اللي جات معاه تيهز البندير تيغني داكشي اللي هو الهوايه ديالو وكيربح الفلوس والحمد لله. والحمد لله. الحمد لله. مالو داكشي علاش قلت لك انا ابتسامه جات معك والحمد لله اللي جات معايا. بان عليك والمال بان عليك الخير مول البندير. العمى العمى ليا انا ولمن وشنو حنا قلنا تبارك الله. ما قلتش تبارك الله قلت هذا قلنا صافي العمى تبارك الله. تبارك الله والحمد لله. علاش لا شحال درتي؟ درتي ثروه ثائله. ثروه ثائله. لا ما درتيهاش. ما درتش ثروه لي ثروه ثوره درتي ثوره بصراحه درتي ثوره. ما درتش ثروه لانني واحد الانسان اللي كنخسر الفلوس انا. يدك مثقوبه. وي المهم اذا ما جابهاش الدبلوم كيجيبها البندير. هو ماشي مسألة ديبلوم. كاين واحد الحاجه يعني اللي هي سائده في المغرب ان الناس كيقراو باش ياخذوا الفلوس. الناس ملي كيقراو تيقراو راسهم. باش ملي كتجلس في وسط واحد المجتمع ولا في واحد المجمع كتعرف شنو تقول كتعرف تفهم الناس. الا كان واحد الراي ما ضدك انت كتفهم علاش ضدك. هادشي اللي ما كتقبلوش. وهادشي علاش الناس تيقراو والناس اللي ما قاريينش خصهم يقراو. انا كنعرف انا كنعرف امهات تتزوجوا ولدوا ولدوا ولادهم وزوجوهم وداروا محاربه الاميه. هذه مساله مزيانه. ولكن دابا انت شنو فاتك القرايه اللي تعلمتي؟ شنو فاتك في الغناء؟ لانه كيقولوا حتى الغناء صحيح ما كتغنيه. سي لا جيستيون دو كارير. صافي. باوي. حيت انت كنتي كنت ماركتينغ. جي في دي ليكونومي جي في دي ماركتينغ. داكشي علاش درتي ثروه؟ درتي فليسات. مالو الله ما لا حسد. وقلنا لك والو دابا. مالو ما درت فليسات. واي واحد راه الفلوس الا بغيتي ديرهم كديرهم. خاصك تعرف كيفاش تجري لا كارير ديالك. كيف ما بغيتي تكون. انت والطريقه باش هذا قمتي باداره المسار ديالك الفني طريقه صحيحه كتشوفها. خدمتي فيها هذيك الماركتينغ. صحيحه الا ما كانت صحيحه زعما يعني راه غنبدلها. على الاقل هما كيقولوا كنتي تقدم اضافه لفن العيطه اللي كنحترموه جميع كمغاربه ملي زعما انت مثقف لهذ الدرجه كيقولوا انك ما قدمتي حتى شي اضافه. وما عمري ما غنقدم شي اضافه. اذا ما قدمتيش. لا اذا انت سطل ونص. لا صافي غير سطل باقي نزيد عامين اخرى نزيد داك النص. صافي ولاش دخلتي لهذا المجال؟ انا كنغني كيعجبني نغني. ولاش دخلتي لهذا المجال؟ هو شغل شي حد فيا. ما شغل الناس وما شغل تحت فيه. لا دابا شي واحد قاري يدخل فن العيطه دونك حتى الناس ما شغلهمش فيه. ايوا لا سمح لي الناس هاد الناس فيهم ناس اللي هما كيتابعوك خصك تحترمهم. ما يتابعنيش اسيدي. اشنو ما يتابعنيش؟ كيفاش ما يتابعكش؟ ولاش انت تتغني اصلا باش يتابعوك؟ راسي صافي كتغني لراسك. ايوا بحال واحد السيد اللي كيكون خدام في بيرو ولا في شي حاجه والهوايه ديالو هو كيلعب الكره ولا الهوايه ديالو كيمشي يصيد. اذا انت ما كنت انت لا تسعى لهاد المعجبين والمعجبات وهاد الجماهير. انا تنغني لراسي. الا كان شي عبد معجب بيا داك سان بليزير بيان سور كيكون شرف وان بليزير ان اونور بوغ الانسان. شنو ما دار كان كيغني ولا كان رسام ولا كان كيدير النحت ولا السينما ولا جو سي با موا ولا ليكيتاسيون ولا اي حاجه. واللي كينتقدوك انت هما ما تديش لهم اعتبار. ماشي ما تنديش اعتبار نجيك من الاخر. اللي ما عجبتو نفقصو. كيفاش تفقصوا؟ شي هذا الاسلوب؟ هذا اسلوب ديال الشاب اللي هو مثقف وباك بلس 7. هذا اسلوب ديال الدفاع. اسلوب ديال الدفاع بهذه الهضره الزنقاويه اللي ما عجبتوش نفقصوا. ماشي هضره زنقاويه. وشنو هي هذه الهضره؟ ماشي هضره زنقاويه. وشنو هي اللي ما عجبتوش نفقصوا؟ فهمتي ماشي تحاولي تجنديني بهذا العناد. هذا العناد ماشي العناد. والانسان تيدخل
كيشوف لا فيديو وياخد نعم. بالمشقه عليه ويدخل ويكتب الكومونتير وينتقد ينتقد لي في لي فيوجن لا مش ضروره تكون واعر لا مش واعر شوف سينا لينا هي سينا ودارت البوز وكل شيء يمكن يدير البوز يعني حتى هي تنتقدوا راه الناس كيزلقوا كيديروا فيديو كيديروا البوز سي با ان بروبليم لو بوز يعني يعني انت اصلا هذيك الانتقادات ديالهم كتشوفها انا انتقادات محلها دابا محلها وهذاك الراي حتى كيتحترم وعاش قلتي اللي نعجبون فقصو اللي ما عجبته اللي ما عجبتيش فقصو علاش قلتيها ملي كيدخل كيعاير وكيسب كيعايروه كيعاير داكشي كيضر في الخاطر لا مسوقش مالو ما تسوقش واخا انا قبل ما ندخل معاك التفاصيل شكون اللي كان كيخلص عليك ليكول شحال كتطلع يعني شحال كانت كتطلع عليهم القضيه في العام فاش كنتي كتقرا انا والديك بيان سو رزيتيهم سنين وانت كتقرا علاش غنرزيهم لا ولكن شحال كان كتطلع عليهم القضيه لا علاش غنرزيهم فلوس ليكول كانوا كيترزاو فيا واش كاين شعب كيخسر في ولادو الفلوس وكيترزاو لا ماشي مشكل ولكن هما كانوا كينتظروك تبقى في داك المجال ديالك مهندس وهذا فرحانين بك زعما دابا علاش داكشي اللي كندير عيب لا دابا كاين اللي كيقول عيب جاتهم في شكل مهندس دابا انا ماشي مع هذوك اللي تيقولوا انا معاك انت دابا انا واش هادشي انا عطيني غير ابتساعه انا يا خليني في الثقه انا واش هادشي اللي كندير عيب الا كان عيب كاين اجوبه اخرين ولا كان ماشي عيب اجوبه اخرين انا نهضر معايا غير الناس اللي كيقولوا عيب الناس كيقولوا هادشي عيب دابا كنشوفوا الصوره ديال الام ديالك الله يخليها لك باردون الام ديالك الله يخليها لك شحال كانوا كيخلصوا عليك في العام شحال كانت كتطلع عليهم القضيه بثمن المدرسه باش كانت كتحسب العام شحال كاع كانوا كيتكلفوا يتسلفوا يتكلفوا ولا انت ولد عائله نيت ميسر عليها الله وفي الحقيقه هادو اسئله الحسد ديال الحسد ديال الحسد لا شوف اللهم لا حسد غير بغينا نعرفوا كيفاش بغيتي تعرفي شويه تولي واش عائله ميسر على الحال كانوا كيخلصوا عليه 5 مليون ونص في العام 5 مليون ونص ونص في العام في العام و دابا وشحال من عام كنتي كتقرا 5 سنين 5 سنين 25 مليون وزياده 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 وفي الاخر وليتي ليهم كتهز البندير علاش البندير عيب عبد الحليم حافظ هز البندير دابا ولكن انت فاتت كامبيناز عبد الحليم حافظ هز البندير دابا انت كتهز البندير ولكن في طقوس معينه كتخلي الناس شي شويه كيفاش في طقوس معينه وضحي الاجابه دابا نوضح لك غادي الاسئله ديالك في طقوس معينه هي طقوس معينه لا خصك تقولي لي باش نجاوبك ما تعمرك ما دير لي سؤال مباح غادي غادي ندخل لك في هذه القضيه ديال طقوس معينه لا علاش لانه كيتقال لانه هذا السيد ولد عائله وقرا المفروض فيك كيقول ما جاش معك هذا الشيء ديال البندير البندير لانه مرتبط غير انا بسلك واحد الحاجه شوف انا بسلك واحد الحاجه كاين فرق بين ما جاش معايا هذه نقطه وكاين فرق بين ولد عائله ما يديرش داكش هذه انت فين فيهم شوفي انت انت ولد عائله ما ديرش داكشي علاش داكش دونك اللي كندير داكشي ماشي مزيان لا. يعني لو باتريمون ماروكان التراث المغربي لا سمحي لي الله الطريقه باش كتقولها يعني الطريقه باش كدير غير الطريقة مش كندير حوايج شحال الحال شحال ولا كيشطح انا انت كتشطح بحالي وانا كنشطح بحالك لا خطيني انا ما كنشطحش كل واحد كيشطح دابا كل واحد وكيشطح من نيته اكزاكتوم دابا انت كتشطح من نيتك ياك لقات اعجاب ماشي 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 بالضرورة اعجاب كامل يمكن عمرك ما تلقى اعجاب كامل في حتى شي حاجة المهم تاع عائلتك الرسول ومنتقده لا كان عاد بنت كتقان راسك بالرسول ما تنقاش راسي حاشا ولا يتمثل الرسول واش نية هادي مو قلت كاين الرسول اللي حاشا ولا يتمثل ونتقدوه في العصر ديالو عثمان مولين هو انا مالك معفر وعلاش ما نتعفرش تعفر غير بشويه وعلى حسب على حسب تعفر بشويه يا داك المعفر تعفر بشويه يا هي المعفر تعفر بشويه يا نوتر لي دابا تسيبك لي وهي السلالي ويلي 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 ونشط مع راسك معفر ونشط علاش ما نشطت علاش ما نشطت عرفتي انت داير بحال شي واحد كذب شي كذبه هو يتيقها ويمكن وعلاش الا تيقها وقراحته فيها
ويكتب كذبه مزيانه كذبه باينه مزيان تكون باينه ولا واضحه بزاف ديال الناس الا كيعايروك المعيور وهذاك السبال الخايب راه داكشي خصو يكون في صالحك ياك خصك ترد البال ديالك مثلا ياك ترد البال تصرفاتك دابا ماشي حيت شويه ديال الناس كيقول لك انت زوين يعني انت داكشي كديرو زوين واضحه انا غنبسط لك واحد الحاجه اوكي انا ما تنديرش داكشي باش يعجب الناس ياك ليسونسييل انا هاد الهضره راه خايبه لك ما عمرك تعاود تقولها راه الناس يتقلقوا منك واللي بغى يتقلق اللي قال لك اللي بغى يتقلق يشرب البحر انا ما عنديش مشكل في هذا هي ديال المفهوم المعنى الحقيقي ديال التعفار معفر ونص وراه قلتها لك علاش ما نتعفرش الا عطاني الله الا عطاني الله على شي حاجه علاش نتعفر نتعفر انا بما انه الحاجه انا عجباني صافي عجبت الناس هذاك فضل من الله ما عجبتش الناس يتجهوا لجهه اخرى ولا كاع يبقاو متبعيني ماشي مشكل عندي يتابعوك ماشي مشكل ايوا هذا هو اللي قلت لك انا المفهوم الحقيقي ديال التعفار انا معفر سي با غاف معفر هو اذا سلكتهم انني في معفر راه غتقضي على راسك ما سلكتهمش انني معفر شوف شي حاجه غتقضي على راسك نقضي على مسارك نقضي على مشيتي فيها نقضي على مسار راه نقول لك حيت اجي بزاف الناس كيقولوا بلي انت شويتي الميدان ديال العيطه اوكي ياك بالنسبه لهم انا شويت واش دابا هما بالنسبه لهم فقررت نفسي انني شويت اوكي انا شويت وصافي دابا خطينا من هذه القضيه ديال انك تستصغر الامور ما لا استصغر لا استصغر عم تدبز مع الناس لا ماشي تدبز مع الناس شنو غادي ندير دير لهم اعتبار على الاقل قول لهم انا كنحترم الراي ديالكم ماشي يشربوا البحر كنحترم بالعذره عدم الرد هو احترام الرد واخا انا نقول لك كيفاش شويتي اما انكم ما احترمتش كره كنجاوب الناس انا كنحترم الراي واللي بغى يقول شي حاجه واش نحيدها له كله فمه واخا حنا غادي نقولوا لك كيفاش شوهتي المجال ديال العيطه إيه؟ اوكي شوف معنا هذا التقرير اذا نشوف هذا التقرير ولا نعاودها مول البندير درتي الفلوس ياك شهرتي وتعفرتي على الناس بزاف الغرامه والملايك كيطيحوا عليك بحال الشتا وجرأة كبيره هذه اقتحمتي مجال ماشي ديالك بالفوري الشيفور واللي كيطيح لي العجب هو انك تكون في وسط الناس كيزهاو عليك تقول غير شيخه وقالوا لها زغرتي انت شيخه بصيغه المذكر ولا انت شيخ كيعتبروك هادوك اللي كيعرضوا عليك بحال اختهم هادشي ماشي كلامي بل كلام بزاف ديال الناس اللي قراب ليك وزيدون مازال ما بغاش تفهمني هذيك القضيه ديال شاب مثقف وعنده باك بلس 6 ديال حسره يخرج من فمه كلام ديال العيب ويغني به ويخلي اللي دايرين به يصوروه ويلوحوه في اليوتيوب من الفوق ازير الصمت شويه ولدي ورد البال راسك راك غير غادي بلا فرانات شنو التعليق ديالك مزيان تقرير مزيان لا كنحييكم على العمل اللي درتو بهذا البرنامج عمل في المستوى اي طبعا في المستوى معلوم ما فيش لي فنان في المستوى ولا لا في المستوى في المستوى لا في المستوى حيت قبيله بديتي كتصغر بزاف من راسك راه خيبالك خصك تقول داك فاش كنقول لك انت داكشي اللي كديرو ماشي هو هذاك كتقولي هو ماشي هو هذاك نفصلك واحد الحاجه اشرح لي دابا انت قلتي لي داكشي واش بغيتي ندير انت معفر وفي التعفر ليه وداسر ومنفخ وكلشي ومنفخ وداسر واشي دابا شي جا خلقتي لنا مشاكل مع ناس اخرين ياك المشاكل عندي الحمد لله انا قد المشاكل لا كتاثر علينا انت انت بغينا ولا كرهنا كتبقى مغربي نكروني نكروك راك كنيت كيقولوا كون كنتي سميتو في شي عائله اخرى كون راهم حيدوك من الحاله المدنيه والديك والحمد لله اللي انا بوالديا متفتحين وقارين مفتحين عاجبهم داكشي اللي كدير الحمد لله مفتخرين بيا الحمد لله مفتخره بك الوالده كلش والوالد معلوم فيصل شنو تيدير فيصل بروموتور ايموبيلي عندكم العمى اش العمى المره الثانيه علاش العمى علاش بالضبط العمى ودابا اش كيدير عنده الفلوس وبغينا نعرفو عنده الحمام دايرو في دارو عنده الزين عنده الزين دابا انت عارف انت زوين هو بالنسبه لي انا زوين بالنسبه لك انت بالنسبه لي انا حيت كيقولوها لك ولا حيت انت حاس بها لا حيت انا حاس بها صافي هادشي اللي كاين ماك داير هكذا كيف بغيتي ندير نركز لك فوق البلاطو لا مسهل الامور مسهل الدنيا
راك حيت هادشي انا تخيما خصك تكون كيف ما المغاربه تمشي مع الهيت. لا الناس كتحشم دوس بيديزو لان تحتمت يفرض عليا شي حاجه. انا تحتمت يفرض عليا شي حاجه. وشنو غيفرضوا عليك مثلا؟ ماشي حيت الناس بغاو يشوفوني فواحد الصوره خصني نكون فيها. انا كندير اللي لقيت فيه راحت. وهادشي اللي كدير نتايا فيه راحتك؟ فيه راحت. مرتاح؟ مرتاح. كندير تراث مغربي. هذا تراث مغربي ماشي شوهتيه. الحاجه حليمه، الحاجه حليمه فرحانه بك زعما اللي كل مره تقولنا حاجه حليمه. العلم على علمي انا مفتخره بيه. على علمي الا شفت ديك الفيديو ولا داك الفيديوهات اللي كتقول فيها كلام نبي تا هذيك فرحانه بك زعما كتشوف هادشي منيتك. انا غنقول لك شي حاجه. قول لي. هذيك سهره خاصه اوكي ومع صحابي وكل شيء مع صحابه كيدير اللي بغى ومشغول حتى شي واحد فيا. في 40 مليون المغاربه مشغول حتى شي واحد فيا ولا في العالم كله. 40 مليون المغاربه كيقول لكم مشغولكمش فيه. ايوا عاودني منكم تبقاو معجبين به فيك تعفى في معفر وكيقول لكم مشغولكمش فيه. ولكني ولكني اللي الناس ما تيهضروش عليه اللي هو انه كاين اغاني. كاين اغاني مسجله ومحفظه كتباع في الاسواق ديال المغنيين معروفين فيهم الدين والمله. لا عارفين هادشي. هذيك لا لا نتايا كتشوف الناس كيتفوروا الدين وبطريقه اوفيسيال. هذيك عاديه. لا ماشي قضيه عاديه كيتغناو بها. لا ولكن انت تفضحتي في اليوتيوب. انا في حياتي الخاصه واحد يدخل فيا. وعلاش كتخليهم يتفرجوا في الفيديو؟ وعلاش غنمنعو؟ لا علاش انت كتقولي علاش؟ انا تنقول لك علاش غنمنعو؟ عطيني سبب علاش منعو لا ولكن علاش كتخليهم يصوروا فيك الا كانت شي عندك هذه سهره خاصه؟ تخليهمش يصوروك وهني راسك باش ما تبقاش مصدوم داك الشيء تشوفه. هما صوروهم ومن بعد اشنو صوروا من اللي صوروه؟ اشنو صوروا والو؟ تو اسيوم زعما. ما بيان سور جاسيوم جو لي دي. غادي ندخلوا في مواضيع اخرى اللي كتتعلق بك ولكن بعد هذا الفاصل. اوكي مرحبا. اذا نتلاقاو بعد الفاصل. اذا رجعنا معكم مشاهدينا الافاضل ونجم حلقه اليوم من ضريبه الشهره مول بندير عثمان مولين. لحد الساعه مزيان تري بيان. تعادل تعادل. بعدا تعادل ويمكن واحد لزيرو من جهتي. واحد لزيرو هو الناس هما اللي غتحكم ياك. مالو. اذا ننتقلوا للفقره الثانيه. ننتقلوا للفقره الثانيه من البرنامج لنا هي حياتك ماشي ملكك. حياتك ماشي ملكك. عثمان مولين انت عندك بزاف الفضائح. الا بغيتي تكتبنا فضيحه عثمان مولين كتخرج لنا هذه القضيه ديال الفيديو اللي فيه لي زانسولت انت جاوبتي عليها. وكاينه واحد القضيه واخا انت اعتذرتي مازال واحد الناس من المغرب اللي عزاز علينا كاملين مقلقين منك فيها. عايرتي الناس ديال سوس. ما عايرتش. اشنو شنو داكشي اللي قلتي؟ قلتي عايرتي. قلت لك ما عايرتش. لا عايرتي. وبالنسبه لك انت عايرتي ماشي بالنسبه ليا. عايرتي يعني باش نوضحوا للمشاهدين اللي ما عرفوش القصه. الناس كلهم اللي بالنسبه لهم عايرت. انا ما عايرتش. لا عايرتي. ما عايرتش. انت من جمل دوك الناس اللي بالنسبه لهم الا انا عايرت انا ما عايرتش. انا نقولها للمشاهدين هذا السيد هذا اللي هو مول بندير عيطات له ولا شي واحد السيده كتهضر معاه قالت ليه تجي عندنا لاكادير لواحد الحفله. قال ليها لالا ب 7 المليون. قالت ليه بزاف. قال لها وعيط لشي واحد محمد من عندكم من اكادير. لا ماشي هكاك. شنو؟ لا يلا شنو قلتي؟ هادي دازت في واحد القناه. اها. اما السيده ما قالت لي قالت لي غير 7 الملايين وصافي. اوكي شنو قلتي؟ قلتي محمد. كان لقاء صحفي. اها. في واحد القناه مشهوره بالفضائح. هي كلها فضيحه صحفيه هذيك. هو دابا ما تستعرضش ضريبة الصهرة. ضريبة الصهرة. زيد. وقلتي محمد. لا. واش لقات لك قالوا لي 7 المليون واش ماشي غالية؟ قلت لهم إلا جاتهم غالية لو تنا جاي من الرباط
كيلو ديبلاسمون ما قدتوش على سبعه د الناس نشوفوا محمد من عندهم. واش عرفتي شكون هو محمد؟ هو الرسول واسمي جدي. اها ومحمد اللي معروف الثقافه المغربيه هو اللي كيكري ديال عباد الله، هو اللي كيعاونهم. بالنسبه لك انت؟ انا بالنسبه لي محمد جدي. جدك ما تتعرفش محمد مول الحانوت ومحمد اللي الرجل اللي ناهو المكافح تاع محمد صافي بالنسبه لك جدك حيت انت كتحتقرتيهم تحتقرتي دوك الناس. انا ما تنحتقر حد. انت تحتقرتي. انا كنت كنحتقر ما نجيش للبرنامج. انت تحتقرتي دوك الناس. انا كنت كنحتقر ما نجيش للبرنامج. دابا خلينا من هذا البرنامج. انت تحتقرتي. لا وهذه راه فيها فارس. انت انسان عنصري. لا لا انا اللي كيعرفني وعرفني ماشي عنصري. هما كنت عنصري ما نخدمش. كتجرأت تمشي لاكادير؟ مشيت. مشيتي؟ وعندي حفله في الصيف اكادير. وزعما كتقولك يعني بالاحضان يا وطني. الاحضان كومبلي. وجافيش كومبلي. زعما ودرت عمل خيري في اكادير. حيت المثقفون تما ما كيحملوا فيك الشعره، كنهضر على المثقفون. المثقفون هما اللي تيحملوا فيا الشعره. هذا هو العكس. انا نعطيك الدليل. هذا سؤال زوين درتي. اها. المثقفون. اها. هما اللي تيحملوا فيا الشعره. ياك. لانهم اللي فهموني. داكوغ. والمتعصبون. اه. هما اللي ما تيحملوش فيا الشعره. داكوغ. وانا نجيب لك مثقف ولد سوس ما كيحمل فيك الشعره. ما هو راه كاينين وعلاش ما يحملش فيا الشعره ولد السماء. عنده رساله لك. عمر افدن هذا ناشط امازيغي واستاذ بغى يقول لك شي حاجه. اذا نشوف. ازول مول بندير انا ناشط امازيغي من سوس. الهضرة اللي تتقول على البندير حنا اصلا ما عندناش البندير في الثقافة ديالنا وحشومة عليك باش تكون انت فنان. انت تتبين بعد هذيك الهضرة اللي قلت لي ديال محمد. محمد هو اللي خلاك باش تعيش انت في المغرب في الحانوت انت بحالك بحال بلكيران اللي قال لهم واحد الهضرة اللي اساءت الى السواسة وانت غادي تبقى ماشي فنان. اصلا بعد انت مول البندير شنو هو المول البندير؟ البندير ما عندناش في الثقافة وداك الشيء اللي قاعد دير انت راه ماشي ديال تابع مؤخرات البندير. حنا في الثقافه ديال الدارجه المغربيه البندير معروف يعني ضرب ليه البندير وانت تضرب البندير لعيالك. على الاقل بعد محمد بزاف عليك. محمد راه الناس سوس عندهم تقدير لهاد السميه وانت تشوهتيهم. هذه مناسبه باش نقول لك السمو البندير النهايه ديالك على مستوى الفن باعتبارك لا تمثل شي حاجه حتى في مستوى الثقافه المغربيه. يعني البندير انت بحالك بحال بنتيرا اللي قال ليهم واحد المره بان هاد السواسه ما باش ياكلوا كاع شحال شحال باش كذا. انتوما بلطجيه عروبيين الثقافه ديالكم هذيك الثقافه ديال المشرق. حتى هذيك اللي عيطات لك راه درت خطا لان اصلا الماركه ديالك ما خصهاش تكون في المناسبات تسيء الى سمعه المغاربه وتتعكس هذاك التمييز العنصري داخل المغرب. ونقول لك واحد الحاجه اخرى راك تشوه راسك غير الحياه وفي نفس الوقت البندير وفين جات عندك كاع عمرها حنا شفنا هذه القضيه ديال البندير وتا المؤخرات ديال الملكه. انا احسن لك تفضل دير شي ميراجانات ديال الشواذ الجنسيه راه خاصهم بحال الماركه ديالك. تحياتي. التعليق ديالك ولكن بلا ما تقول لي قول لي بغا وشغال وهذاك. التعليق ديالك على ما سمعتي. انا التعليق ديالي هو انني انا دابا فهاد الساعه هادي تنفتخر براسي. صافي عرفتي علاش؟ علاش؟ حيت هاد السيد تلمو اثرت فيه كو خدا المعاناه وتيعاير فيا ما قدش يتمالك الاعصاب ديالو. ماشي كيعاير فيك باش وعاير فيا جرحتيهم. عاير فيا ما تقمت باش شوف انا شوف دابا انا كنهضر عليهم انت كتهضر عليهم. راه جرحتي راه تيتكلم باسم الناس ديال ما تسميش الاجوبه ديالي. لا شوف انا كنهضر على راسي ما تهضرش عليهم. اش كيعاير فيك شنو قال؟ قال انا ما خلى فيا الشواذ تيعاير النساء اللي تيحضروا قال انا تابع المؤخرات ديالهم. وقال لك انت انا كنحترم الراي ديالو ويقول لي بغا ولكن تنهنئ راسي انني جو لو في دو ليفي. انسان ما قدش يصبر يبقى ساد فمو. هاد الانسان بالعكس تطلع فيه وتهبط حتى المسكين تيتقيا. ماشي كيفاش مسكين كيتقيا؟ هاد السيد هذا راه رجل مثقف ومحترم وكيعرفو ناس سود. سي با اون بيغسون كي فورت انتيريورمون ولكن اللي هو انا تنفتخر براسي دابا انني
اثرت فيه مسكين حتى ماشي بالضروره تكون اثرتي فيه السيد. لا اثرت فيه ماشي ماشي بالضروري. جاوبك شوف جاوبك وعطاك خو كلامك هذاك الشيء. شوف لا وهو شوف هذا الشيء هو كينقل داك الشيء اللي باغيين يقولوا لك بزاف الناس ديال سواسه. ايوا ما عجبوش الحال وقال يعجبهم. سمعتيهاش قال لك قال لك خصك ديروا مهرجان ديال الشواذ الجنسيين. هذا معيوره بالنسبه لك. لا واش معيوره دونك انت ما عندكش معيوره بالنسبه لي. هو اللي كان هو اللي كيهتم بداك المواضيع. داكوغ واخا انا نسولك واحد السؤال. عثمان مولين كيقولوا عليك شيخه العيطه. انت الشيخه ديال العيطه؟ لا. وانت شنو؟ هي بمفهوم فني مكليش نكون شيخ. شيخ بزاف عليا. اه يعني انت يتفتخر الا كنتي شيخه. لا الشيخه بزاف عليك. كنهضر عليك مفهوم فني. ها باش تكون شيخ او شيخه خصك تكون شي حاجه فنيين. داكوغ. كلك تجي وتخرج هكا الوجود تقول انا شيخ ولا شيخ. واخا مالك كتهضر هكا؟ كيفاش؟ حيت كيقولوا انه الهضره ديالك فيها جرعه كبيره من الانوثه. مزيان 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 كله حركات. مولاي الضمير عنده لك شي خبيرات. اها كلها وحركاته. اجي نشوفوا هادشي. مول بندير مالك كدوي هكا؟ مالك كتحلون علينا؟ مالك مالك ديما مايل وهايم وكتحرك يمينا وشمالا؟ فين هي الرجوله صاحبي؟ وترجل معانا سيدي. راه سميتك عثمان ماشي غزلان. اجي بعدا علاش مازال ما تجوجتيش حتى لدابا؟ ياك الفلوس داخله عليك فحال الشتا. اللهم لا حسد. ياك وصلتي لعمر الزواج وفتيه كاع؟ ياك ما مسيو فيصل اللي هو باك ومدام سعاد اللي هي الوالده ديالك مانعينك. او حتى دار بوحدك مستقل فيها براسك ما درتيهاش. وزيدون كي دايره علاقاتك مع المعجبات والمعجبين حتى هما؟ هادشي مثير للشكوك ولدي. وشي خبيرات سمعناهم عليك غير الله يحفظ وصافي. يلا قري اصاحبي. هذا مولاي الضمير. انا عندي واحد السؤال وغتسمح لي. هذا يتداول بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي وفاتوا السلوك فيه ولكن انت ما عطيتيهمش خو جوابهم. اوكي بزاف كيقول الطريقه باش كتكلم بيها هذا وكيدخلوا لك شويه في الخصوصيات ديالك. اوكي هل صحيح انك انت شاد جنسي؟ انا ما غنجاوبكش. نقول لك علاش ما غنجاوبكش. اوكي حيت حياتي الشخصيه علاقتي الجنسيه علاقتي الدينيه مشغول تا شي واحد بما فيهم الوالدين ديالي. وغا جاوبنا باش نعرفوا انا باش البنات واش يقدروا داك الشفي الغليل ديال المشاهدين. حيت عرفتي عندك بزاف ديال المعجبات. كاين المعجبات وكاين كلش. ريكي مارتن. ريكي مارتن اوكي كيغني كان عنده بزاف ديال المعجبات. فاش اعلن العلن على المثليه ديالو صدم بزاف ديال المعجبات. ما ناويش تصدمهم ولا شنو؟ ماشي مساله صدمه. مساله ان حياتي الشخصيه ملك لي. انا باش نريحهم ولا نصدمهم هذيك هي الحلاوه ديالي. دابا واش نقدروا نشوفكم مزوج؟ نقدروا نشوفكم مزوج؟ معلو اذا ماشي شاد جنسي. ما قلت والو. صافي ها هو جاوبكم بطريقته الخاصه. اذا غير ارتاحوا يا معجبات. تريح حتى عائلتك. انت كتقول حتى عائلتك ما ماشي شغلها حتى هي تعرف ولدها. لان حياتي الشخصيه ملك لي. حيت علاش كيقولوا فيك التحلوين وتبعصيت بزاف وكتهضر بواحد الطريقه داكشي علاش كتخلي بنادم كيشك؟ هذا هو الشك. ها هو الشك من بعد ضرو في راسو. مزيان وداك هو الهدف. هذاك هو الهدف. هذاك هو الهدف ديال عدم الاجابه ديالي هو ان الانسان يبقى راسو ضارو من جهه مسموم ما عارفش منين يجي مسموم. عاجبك راسك مسموم. هاد شتي هاد النقط هادو عندك بحال هادي بحال هذاك ديال النشط الامازيغي. تيعجبني نضر الانسان حيت مسموم بقى ضارو في راسو. دابا هذاك السيد النشيط بقى ضارو في راسو مسكين تفاد. لا حيت الواحد اللي كيكون هكا كيكون فيه من بحال دابا انا نكون هو اللي هادي يكون انا هو النشيط هو عثمان مولين ما نعتبروش. ما نعطي حيت الا جاوبته رديت عليه كنعطيه قيمه. لا السيد ضريتيه.
كنعطيه قيمه الرصيف الثقافه ديال كنعطيه قيمه لغه مهمه في البلاد هي الامازيغيه. كتعرف شكون هو ادم الحلو؟ هذا اشهر شاد جنسي عندنا في المغرب، ديما مصور راسو في لا ما تعرفوش ما تعرفوش واخا هذوك الشواد الجنسيين اللي كيلوحوا راساتهم في فيسبوك وكيصوروا راسهم وهذا نحقهم ولا هذا هو هذا ادم ولا صاحب صاحبتك ولا صاحبك نور صاحبتك صاحبتي ماشي صاحبك صاحبتي اوكي ممكن تعتبرها صاحبتك اوكي متى هذا سؤال وهذا ادم لا ما حصلك الشرف لا شنو رايك في هذه الظاهره الشذوذ الجنسي كل واحد يدير بحياته اللي بغى حيت الشذوذ الجنسي ما فيهش غير رجال فيه حتى العيالات طبعا سي سيغ فهمتي علاش الراجل متقبله من ما تقبلاش منه المرا متقبله منه لا ما قلناش لك عاوتاني تقبلها لا دابا مثلا الحاله ديال نور كاين تحول جنسي لا ما كنهضرش على نور ما كنهضرش على نور وحتى في الحاله ديال نور كل واحد كيدير براسو اللي بغى تدير داك هذيك كتسمى الحريه الفرديه داكوغ اذا انت كدير في راسك اللي بغيتي مالو غتمنعيني لا ما غنمنعكش فوالا واش بصح العيال كيعتبروك بحال اختهم اختهم ماشي خوهم هذه الهضره ديال مولاي الضامر اه هذا مولاي الضامر تيتو ما عجبكش مولاي الضامر لا داكشي اللي قال لا كونتخيغ عجبك ماشي عجبتني خدمته اها يعني تقرير شامل على داكشي المتداول في المواقع الاجتماعيه بصح العيالات كيزهاو عليك سمعني تا يعني كيجيبوك الوصف وكيبداو انت كتبقى هاك بالك هاك بالك اه ولادي كاينه اه وي وانت عاجبك الحال وناشط ومعلومة نشط بحال شي مسطي وعلاش ما علاش ما غنشطش عطيني علاش ما نشطش ما نشطش عطيني عطيني السبب علاش ما نشطش المشاكل اللي كاينه في البلاد تبكي ماشي تنشط على المشاكل انا اللي درتها على المشاكل هي غير انا اللي كنشط هذوك اللي دارين بيا ما عليهمش المشاكل اوكي نشوفوا شي حاجه واحد الفيديو ديال هاد العيال اللي كيزهاو عليك مالو شوف شمعي دخلت على الكوجلوش هذه حاله مثقف مثقف هذيك لا فيديو في اكادير قبل الفضيحه لا من بعدها من بعد الفضيحه هو اذا هادو الفضيحه هي الاولى اذا انت موافق على الفضيحه موافق انك داكشي درتي فضيحه لا ما موافقش على الفضيحه الفضيحه كانت كتوافقش عليها الفضيحه الفضيحه كانت انت قلتي بانما انت الحريات وداكشي اللي عندها علاقه بالدين ماشي شغال حتى شي واحد فيك واش كنشوفوا تصاورك في الحج وشوفوني انايا كان شوفوني انا كنادي المناسك انا عمري حطيتهم شنو بانوا لينا مشتتين في الانترنت واش انا حطيتهم وقول للناس ما يتصوروش معاك ما يمكنش ما يمكنش كاينين صور ديالك عطاهاش ما تقولش لهم ما تصوروش حتى هذيك حياتك ما يمكنليش نقول للناس ما تصوروش اه ايوا وماشي العمره الاولى يلا ديما زيد تمشي تغسل الذنوب ديال العام كامل مالو صح كتعترف بعدا ويمكن تمشي نخدم كتخدم فين؟ في العمرة اش كدير تخدم؟ كتركز ليهم تما في الكعبة؟ اش كدير؟ اش كدير في العمرة؟ وفنا دارك شنو ما فهمتش انا تمشي تخدم اش كدير تخدم؟ شنو؟ هادي بزينة باش نقول لك قول لي مشغول حتى واحد فيا يمكن نمشي نخدم يمكن نمشي ندير عمرة يمكن نمشي نبقى جالسة في لوطيل لا حنا بغينا غير نفهموا هاد القضية لا غاتبغيتكش انا تفهمي لا بغينا غير نعرفوا كيفاش تمشي تخدم في العمرة بغينا غير نفهموها ما هادشي اللي بغيت نقول لك ما بغيتكش تفهمي اش كنمشي ندير شوف باش تفهمني كيفاش عرفتك تفهمي فهم الناس احترم هاد الناس اللي كيشوفوك وانا بعدا الا كنتو معجبين بي وغتبقاو معجبين بيه مع هاد الحلقه ما عندي ما نقول ورما عندك ما تقولي قمعفر مقطر التعفر كيتقطر فيك وراه كيسيل كيسيل تقطر غير بشويه اه واخا ندوشي شويه على علاقتك بالام ديالك وي الام ديالك واحد المره قلتي انت هادي ماريزون دو فيفر دو فيفر والدين بجوج بيان سور اه ولكن الام ديالك شنو كتقول لنا على الام ديالك ماريزون دو فيفر
بصح كانت مريضه واحد الوقيته مازال مسكين الله يخليها لك باش مريضه كانسير الله يخليها لك دو سان وي عادي هذاك دغيا كي ما كتعرفش افيك لو كانسير ما كتعرفش ابري ابري لي زوبيراسيون كتبقى اون سورسي واخا شوف الوالده وقول ليها شي كلمه الله يخليها ليا سي ما ريزون دو فيف زعما يعني الله يخليها لك كنحس براسي انني عايش على عايش ليهم بجوج ماشي غير ليها ليهم بجوج للاب ديالي ولا الام ديالي دابا برات شي شويه من هذاك مزال كدير شيميو لا سالت اذا برات سالت وريني ما كتعرفش اه حيت المناعه ما كتبقاش في الذات هادشي كيألمك معلومه تألم ولكن كترضى بحكم الله الانسان خصو ديما يكون راضي بحكم الله شتي انت دابا كيفاش وليتي مهدن ورانا راضي بحكم الله داكشي باش تنقول لك انتقاد حيت اللي يشوفك انتيا كتنقز وهذا يا يقول لنا داكشي باش تنقول لك انا ملي كتقولي لي انتقادات تنقول لك انا انتقادات عندي زايد نقص ربي بغى داك انتقادات يكونوا غادي يكونوا صافي والمسيره قافله تسير والكلاب تنبح نختموا بهذه الكلمه ديال ياك الفقره الاولى الفقره الثانيه اوكي ننتقلوا للفقره الاخيره في البرنامج لينا هي سرك عندنا سرك عندنا اذا عثمان مولين الفقره الاخيره فيها واحد الخبر كيتعلق بك وكنت سلموه من الكواليس مالك مصدوم وكان ما قاريش اكس باك بلس 7 كنت سلموه من الكواليس اه اوكي مزيان ناخذ السر ديالك اه عندك اسرار ياك ماشي بزاف لا فيغيتي اوكي حتى انا مفروش انت مفروش بعدا قبل ما نقول لك السر ديالك ما عيطوش لك تغني في اسرائيل لا ما عيطوش وني لا عيطو نمشي اه الى عيطو لك تمشي تغني في اسرائيل لهاد الدرجه انت ما عندك قلب على خوتنا الفلسطينيين ماشي ما عندي قلب شنو فلسطين واسرائيل مشاكل سياسيه ماشي دينيه انت واش عارف العرب والمغاربه شنو غايديروا فيك اش غايديروا فيا غايقطعوك حيت تخلاو المصريين هو ما قطعو حتى اسرائيليين هادي قطعوني انا لا وسمح لي نهار خرجت الخبر على الصويري انه مشى لتما راه هو اضطر يكذب في واحد الفتره قال لهم حقا في التسعينات كلهم كيغنيو شكون هما المغنيين العرب وكلشي كيغني دابا خطينا ندويو على المغاربه حتى المغاربه كيمشيو يغنيو شكون انا عارفه الصويري خلاص دائما لا ما تنفاجئش الاسماء انا تمشي تغني في اسرائيل هكاك بوجهك حمر اسرائيل اللي كتقتل وكتقطع في الناس خوتنا الفلسطينيين في اسرائيل اه في بيرما ما نغنيش بمعنى حيت بيرما كاين مشاكل الفلسطينيين المسلمين 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 عندهم مشاكل مشاكل دينيه اه انا دفاعا عن الدين ديالي والوطن ما نمشيش العروبه الوطنيه الا انا فلسطين ملي كانوا في المجتمع وفي المؤتمر وكان البوليزاريو جالس وهما كانوا وحنا اللي كندافعوا على القضيه ديالهم احترمونا ها اذا انت شوف راك فيك شي عرق ديال اليهود انا كنقولها لك مولين راه ديجا انت فيا هذا العرق ديال اليهود ومن بعد وسير بحالك عندهم سكن معاهم في اسرائيل انا مغربي وسير سكن في اسرائيل في ماروك ومغاربه وساكنين في اسرائيل سير عندهم يزهاو عليك نيت تما بلاصتك هي هذيك في اسرائيل معلوم بلا سيدي انت واش عارف اش كتقول؟ عارف اش تنقول ها هو كيقول لكم غيغني في اسرائيل منكم ليه نسلموا السر ايوا سلمتي لا نهضروا عليه فك وعجبك راسك ديما المهم تسنى قنابل في هذه القضيه ديال اسرائيل في لاكوب 22 ياك دوزتي واحد الحفله فين في مراكش مراكش اوكي فين في لي بالموري وين فواحد المطعم شهير وين طلعت تما مع ناس ديال لاريجي لا كانت وقعت لك لا ما تكذبش عثمان وقعت مشاكل ماشي مع الناس لاريجي لا مشاكل خايبه ماشي مع الناس لاريجي مع شكون مع شكون غايقول طبعا مع سيدك انا سولتيني السؤال قد الجواب مشاكل مع ناس في الكواليس يلا ايه ها ودرتي عليهم ديك التعفيره ديال اه
اوكي اذا السر ديالي صحيح، قطعتي الغناء وخرجتي وما درتيش اعتبار. لا هذا ديال هذا مع الناس لا ريجي، مع الناس لا ريجي ماشي مشكل. لا هذا ماشي حيت وقع مشكل نيت ليك، عرفت داك المشكل كان عندك مشكل في الكواليس. لا زيد ماشي مع الناس لا ريجي، واخا شرح عليهم. ممكن كملي انت باش نقول لك عاد نعاود ديال حيت سورتو بزاف ديال الناس. نقول لك بعدا واحد الحاجه ما تكذبش لي انني كنت حاضره، ما كنكذبش انا هو صافي انا كنت حاضره، انا راه جبت انا الشاهده ما حد ما قال لي. اوكي قال لك بديتي كتلوح الهضره علاش انت فاش المهم انت خرجتي من هذا، خرجتي سير هذا راه كاين لا فيديو في يوتيوب. لا صبر صبر صبر، خرجتي للكواليس صبر وبديتي تما كتغوت. اييه اييه اوكي غواتك وصل لينا حنا اللي كنا في القاعه في سميتو في المطعم كنتفرجوا فيك. اي لا الغوات ما وصل لكش كملي. وصل لينا؟ لا والله يتوصل وبركه، خليتي الناس تيسين الموسيقى كتسمع درهم. الموسيقى بقات خدامه، الموسيقى صغيره. حنا كنا من الناس ديال لا حنا كنا قدام سمعنا قدام، وبالعكس قدام الموسيقى اللي فوق منك. لا ما كانش فوق مني، واخا شنو المشكل صافي هذا هو انه الناس خليتيهم. لا والله ما كذبت. شوف انا معروف اوكي tout ce qui est sonorisation ما تنساكش ملي مشيت ندير لي بالونس قلت لهم الله يخليكم، راه انا كنتعصب قلت لهم الله يخليكم الماروكا هو اللي رجل لي بالونس، هو اللي قبط لا طابل دو ميكساج. جايب لي ان فينيزويليان هو اللي كيريكل. فينيزويليان ما تيعرفش في الشعبي ديالنا، ما تيعرفش في لي ريغلاج ديالنا. اكزاكتو لا ريجي لا ريجيسون هي كانت فوقك الفوق. اوكي قلتها لهم عاود قلتها لهم عاود وقلت لهم راه غيصدر مني واحد ردة الفعل خايبة. وغنيتي عليه كاع قلتي واحد الكلمات كاينه لا فيديو في يوتيوب. هذا ماشي سير باش قلت كاينه لا فيديو في يوتيوب. اوكي تنقول فيها سي كاتاستروفيك. لا من غير هادشي انا كنهضر على داكشي في الكواليس. اش كنتي كتقول خسرتي الهضره؟ خسرتي الهضره وي وتفتخر. ما عرفتش انتم علاش معجبين بهذا السيد كيخسر الهضره وهي يفتخر ومعفر وباغي يغني في اسرائيل. ومن بعد شنو داروا معاك؟ جبتي لي التمام وسيدي الناس اللي غادي يحكموا مالهم. وكانت وقعت وداك الشيء وملي وخرجت خرجتي اكزاكتو فينالمون خرجت. هذا هو السر اللي عندنا. خرجت هذا ماشي سر زعما. لا فاش خرجتي شنو؟ خرجت خليت الموسيقيين خدامين وخرجت في حالات تعفرتي يعني. حتى تقدات لا صورة عاد دخلت لاني ما يمكنليش نغني. شحال خديتي؟ نغني وانا ما كنسمعش راسي. ديك الحفلة شحال خديتي فيها؟ داك الشيء تيبقى شغلي. وراك تكتي كتقول دابا 7 مليون فواحد الاذاعه قلتي اعلى اجر خديتيه هو 5 مليون ونص وليتي دابا كتاخذ اكثر. اها يا سلام هادشي راه غير واحد 6 موا اكثر عام شاك 6 موا كنزيد عندي لو طو دو دابا اكثر شي 10 مليون لا تاكس كتزاد شهر سي الحمد لله. يا سيدي اللي ما نعجبو نفقصو وحيد هادي تقول شي حاجه زوينه للجمهور ديالك. شوف انا نستافدوا من هذه الحلقه تفضل. شتي الناس دابا المعجبين اللي تيقربوا والناس اللي كيعرفوني والناس اللي هادي ما غتسمع الكلام مزيان متواضع عطيني الضحك كل حد عندي عمل خيري. وشتي عاود لينا شنو كدير؟ انا ما محتاجش الناس يعرفوا هادشي ما بغيتهمش يعرفوا. وماك دابا كتقولها بلاتي كتقول هادي كتمنى على الناس اللي كتعطيهم الخير ولا شنو اللي كدير فيهم الخير؟ اعمال خيريه داكوغ بحال اللي قلت لك متواضع والضحك والنشاط كنتصور مع كل شيء واللي بغى يجي يتصور ما عنديش مشاكل في هذا الشيء. ما يمكنليش نكون انا خدام في النشاط وما تكونش حياتي العاديه اليوميه ما فيهاش النشاط. لا ولكن بعض النجوم عندهم العكس. انا لا كل واحد وكيداير. انا خصوصا دوك النجوم اللي كيضحكوا. انا لا انا لا انا هكاك انا حياتي عادات. انا حياتي كيف على الخشبه كيف هادي الوغ الناس اللي ما تنعجبهمش واللي هكاك بدون سابق انذار تينزلوا عليك حتى يقولوا لي فوجه ماشي خلي في ديال المواقع الاجتماعيه وداك ما منافقينش مزيان شابوبه اللي تيجي ويقول لي فوجي وداكشي بدون سابق شتي باقي شي عندي يقول لي لا ما تعجبنيش الاغنيه ديالك
جو ريسبكت، حيت انا كان شحال مغني ما تعجبنيش. يعني هادي اراء شخصيه زعما، كل واحد حر في الراي ديالو، ما يمكنش انا نفرض راسي على الناس. وما يمكنليش نعجب كل شيء حيت ماشي كل شيء كيعجبني. احسن انت ما كيعجبكش، شكون ما كيعجبكش نتايا؟ داكشي شغلي. بحال داك النشيط الامازيغي قال لك انت داير الحياه وميم طون كتضرب المندير، ما كايناش في الثقافه. وداكشي كل واحد كيفهم هادشي دون المستوى الثقافي. هادشي شنو الحياه الجبل الحياه البندير دون المستوى الثقافي. مالك؟ كاين شي بشر خصو سنين يزيد يقرا فيها. نكمل لك. كمل. هادوك الناس اللي كينتقدوا بدون سابق انذار هكاك فهمتي؟ ما تنسوقلهمش نهائي. انت وعند بالك كتقول هاد الهضره هادي غادي يبقاو يوقفوا؟ يوقفوا الا وقفوا ما غنسوقش، استمروا ما غنسوقش، زادوا في لا دوز ما غنسوقش، خلاو لا دوز ما غنسوقش، نقصوا من لا دوز. كثير عليك انت ما غنسوقش. ياك كتخاف من العين؟ لا لا، العين علينا حق. مرقي راسك فيا فينا مرقي راسك الرقيه الشرعيه وداكشي. لا كتصلي زعما انت؟ كنصلي. واه خمس صلوات في النهار؟ لا كندير غير ثلاثه، جوج نوافل. لا زعما يعني متبع الصلاه ديالك كيفما هي؟ السؤال هذا واش دابا انت متبع الصلاه ديالك؟ لا كنصلي ونقطع ما نكذبش. تصلي وتقطع وداكشي حتى هو كديرو؟ شنو هو؟ مشروبات حياتي الشخصيه. وحتى الصلاه حتى هي حياتك الشخصيه. علاش دويتي في الصلاه باش تبان واعر وهذيك ما بغيتيش؟ نخلي الناس تتسنى هادي داك فيك السم القوق. انت مسموم لان الناس انت كت كي كنصلي كي ما كنصليش عندهم زيد ناقص يا با دي في. لا ولكن بالنسبه لا كاين الكحول والمخدرات وداك الشيء يزون دلي في سور لي جون. لا هذيك بلا ما تقول هذيك المعلومه الكحول والمخدرات في هاد لي فعلا. لا واخا شوف هذيك المعلومه ماشي بالضروره انك تقولها، راه شايفين هذاك الشيء راه دايز بزاف في اليوتيوب يعني. مزيان مزيان باين وباين لي في ديال تاع عليك انت يعني ماشي مزيان مزيان مزيان. غيقول لي ما بقاوش يصوروك وانت في ديك الحاله لانه راه ما كتبغيش راسك. خصهم فاهم بز انت كتقلب على البز. يفو توجور فوار لو بون كوتي دو لا شوز. انت كتقلب على البز كتقلب عليه صافي ان بز. واش انا اللي حطيت لا فيديو؟ وشكون اللي عرف؟ يمكن لك تعرف. لا شكون اللي عرف؟ يمكن لك تعرف. ممكن ديرها ويمكن لك تعرف الا كنتي واحد درتها ولا لا. لا الا كنتي انت واحد يسعى الى البوز ممكن ديرها بوكوا با. لا انا لا اسعى الى البوز. وشنو هو اللي يسعى اليك؟ حيت الموضوع اللي جيت عليه ما جاوبتيني ما سولتيش فيه. شنو هو هذا الموضوع اللي هي ضريبه الشهره؟ اييه يلا جاوبنا عليه. مو دابا انت قلت انا الكلمه هو راه هادشي تشوف لي ميسيون كلها راه كتدفع فيها الضريبه. لا انت دفعتي الضريبه ديال الشهره؟ وي. ها من حياتك؟ من حياتي اكزاكتومون. واخا شرح للناس كيفاش هي من حياتي تبدلات، ما بقيتش كيف كنت. وليتي؟ لا وليتي مربج وليتي زوين وليتي شنو حتى الشهره انت؟ لا زوين بالشهره ولا بلا الشهره بيك ولا بلا بيك. ايوا صافي. لا تغنيتي ولا عندك فلوس؟ وليتي فلوس كانوا عندي. شنو هي الضريبه؟ دري انني ممكن ما كانش دابا ماشي بامكاني انني نمشي لاي بلاصه. وهذه ما تعجبكش؟ لا انا تعيش حياتك كيف ما هي. ماشي نعيش حياتي كيف ما هي. انا ما تنحملش ان تكون عندي قيود في حياتي بسبب شي حاجه ولا بسبب شي واحد، سورتو بسبب شي واحد. دابا ماشي واحد بزاف واحد غيزون دو بلوس. انا غير واحد وقلت لك ما تنحملهاش. لا خصك بزاف وما تبقاوش تحملوه ما تبقاوش تتابعوه ما تبقاوش معجبين به وخليو السيد ما يدفعش الضريبه. شكرا لك دفعتي الضريبه ياك. شكرا لك نورتيني سالينا. ميرسي بوكو عثمان مولين. ميرسي. شكرا لك نورتيني في هذه الحلقه ونتمنوا لك كل التوفيق. شكرا لك. ونتمنوا للوالده ان شاء الله الشفاء العاجل يا ربي امين. والامهات اللي مريضين واي واحد مريض ان شاء الله وتشوف تشوف مراتك ووليداتك ووليدات وليداتك لان ما شاء الله مازال جون ان شاء الله. الله يخليها لي يا رب الاب ديالي ويخليهم لك بجوج ويخلي لك معزيز من عندكم ان شاء الله دائما في ياك الى الامام ان شاء الله ديما الى الامام. بقى هكا
بلو اوكي هتبدليني انت وشنو زعما وتعفر غير بشويه لا صافي تعفر بشويه دابا ايه يلا اول ما عفر ما غادي بقيت عفرها بشويه شكرا لك شكرا لكم الطاقم البرنامج شكرا لك شكرا موصول لكم ثم كذلك مشاهدينا الافاضل نتلاقاو ان شاء الله في حلقه اخرى من ضريبه الشورى دي تحياتي بشرى الضو تبقاو على خير باي باي